السلام عليكم. بونجور. اليوم راح نهضر لكم على وسائل التخلص نهائيا من النظارات او لا شيروجي ريفراكتيف. باش نروحوا لهذا لو سوجي لازم تعرفوا دابور العين كيفاش مخدومه. الوغ في العين عندنا عده اوساط شفافه من الامام الى الوراء. دونك من القدام عندكم القرنيه، موراها تجي القزاحيه. القزاحيه هي اللي تشوفوها قهويه ولا خضراء زرقاء عند الناس. في وسطها الثقب اللي يعيطولو المومو ولا البؤبؤ. ومور القزاحيه عندكم العدسه ولا الجسم البيلوري. من اللور دونك عندكم الشبكيه اللي فيها الخلايا العصبيه اللي من بعد تدي هذاك المعلومات في العصب البصري والمخ تاعنا. دونك عندنا في العين الطبيعيه، العين نورمال اللي ماشي مريضه، الصوره تتشكل على الشبكيه. دونك الضوء اللي يجي من الجسم تقطع القرنيه العدسه والصوره تتشكل فوق الشبكيه. العين اللي عندها مشكل كاين عده مشاكل، مثلا لاميوبي ولا قصر النظر. دونك عندك الصوره هذه في عدله تتشكل فوق الشبكيه راح تتشكل قبل الشبكيه، معناها داخل العين. دونك العبد هذاك راح يشوف مليح من القرب ولكن الشوفه تاعو تكون مضبه من البعيد، راح يشوف ضباب من البعيد. كاين مشكل اخر هو طول النظر ولا ليبرميتروبي، هذه العكس. دونك الصوره راح تتشكل وراء الشبكيه. هذا العبد راح كي يكون صغير ربما الا كانت طول النظر تاعو ماشي قاصح بزاف ماشي قوي بزاف يقدر يشوف من البعيد ومن القرب، ولكن راح يكون عنده تعب، راح يكون عنده سطر في عينيه ولا الم تاع الراس. وكي يبدا يكبر تنقص له النظر من البعيد ومن القرب. المشكل الثالث تاع النظر هو اللانقطيه ولا لاستيغماتيزم. لاستيغماتيزم واش معناها؟ الصوره هذيك ما تتشكلش كيف كيف على الشبكيه، ولكن يكون تشكل عده صور، بعضها امام الشبكيه وبعضها وراء الشبكيه. لو ديرني بروبليم اللي يقدر يوقع هو لا بريسبيسي. واش معناها؟ معناها كي يكبر العبد هذيك العدسه اللي كي نكونوا صغار نورمالمون تتقلص وتعاود تتحل بفضل الرباط اللي يربطوا العدسه. هذيك العدسه كي نكبروا ما توليش تتحرك والرباط هذوك ما يقدروش يتقلصوا. دونك صرا لا بريسبيسي، العبد يقعد يشوف من بعيد مليح ولكن من القريب راح تنقص الرؤيه تاعو. باش نعالجوا هذو المشاكل لازم نديروا تشخيص، نجوزوا بعض الاختبارات، بعض نجوزوا في بعض الالات باش نشوفوا النوع تاع المشكل اللي عندنا ونشوفوا النوع تاع العمليه اللي يناسبه، خاطر كل شخص عنده مشكل خاص به وعنده العمليه اللي تليق به. دونك عندنا انواع تاع العمليات، عندنا عمليات اللي تجي على القرنيه واخرى اللي تجي داخل العين بزرع العدسات. اللي تجي على القرنيه كاين نوعين، كاين لا بي كي ار وكاين لو لازيك اللي تسمعوا به. لا بي كي ار تقدر تصحح مشاكل تاع الرؤيه اللي ما تكونش قويه بزاف وما تطلب غير لازر واحد وسمو لو لازر اكسيمور اللي راح ينحي شويه من القرنيه من القدام باش يبدل لها الشكل تاعها وتولي الصوره اللي كنا نتكلموا عليها تطيح على الشبكيه. لو لازيك كاين نوعين، كاين اللي يستعمل لو ميكروكيراتور وهي معناها نقطعوا القرنيه بطريقه ميكانيكيه، ولا لو فانتولازيك. لو فانتولازيك هو يتطلب دو لازر، دونك ان لازر ليزر الاول يقطع القرنيه والليزر الثاني هو لي لو ميم ليزر اللي هضرنا عليه من قبل، هو لو لازر اكسيمور اللي راح يبدل لها الشكل تاعها باش دائما الصوره تطيح على الشبكيه. هادو على القرنيه. كاين في بعض الاحيان اللي ما نقدروش نديروا له لازر، كي تكون القرنيه تاعكم ما توالمش، كي تكون ضعف النظر قوي بزاف نديروا زرع عدسه داخل العين. هذه تاني كاين انواع.
كاين عدسات اللي يتحطوا فوق القزحيه هما لامبلون ارتيزون كاين عدسات يجوا وراء القزحيه وقدام العدسه سي لي زي سي ال كاين في بعض الاحيان وين لازم نعوضوا العدسه تاع العبد كي يكبر باغ اكزومبل ولا كي بداتو ضبابه دونك نديروا له سوا عدسه اللي تصحح اللانقطيه مع قصر النظر ولا طول النظر او نقدروا ميم نديروا له عدسه اللي راح تصحح النظر من البعد ومن القرب هما لي زامبلون ملتي فوكو واش لازم يقعد لكم في راسكم سي كو كل مشكل عنده حل وكل شخص عنده حل يناسبه هو يعطيكم الصحه والى اللقاء.